الشركة هيترفع فوق. بعد إذن قطع كلامك يا حاج، هي الصفقة دي عبارة عن إيه؟ حلو السؤال. يرحمك الله يا حاج. جيب لك برشامة تانية. ارحمني بقى من البرشام ده والنبي. ارحمنا وارحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة توكيلات لمجموعة شركات من بره مصر. هياخدوا 70% من إنتاجنا السنوي، يعرضوه في دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية. بأربع أضعاف الثمن. أيوة بس مش 70% من إنتاجنا كتير شوية يا حاج. وده الكلام اللي أنا قلته للحاج يا ابني. بس هي بصراحة صفقة مغرية. ما هو ده اللي مخلينا أفكر فيها. يبقى بقى لازم نشتغل عليها ونفصصها كويس قوي. طب وانا جامعهم النهاردة عشان كده. واحنا جاهزين يا حاج. جاهزين ايه يا خناقة ولا ايه؟ اقعد يا ابني اقعد. انا بقول لكم روحوا اضربوا حد. زكي قوم يا حاج. عايزك تاخد ورق المشروع ده تدرسه صح، القانوني منه، الثغرات والمشاكل، فاهمني؟ 24 ساعة. صعب قوي يا حاج. امال ايه اللي جاهزين وقومنا؟ اعتبره حصل. مرسي قوم يا حاج. اسامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر، يعني مين اللي يعرفهم في مصر. تهمني قوي دي يا مرسي. ها 48 ساعه تحت امرك يا حاج. كده بقى يا حاج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الراس الكبيره، نخلص ونجيب اخره. حماك العزيز طبعا. انا ورانا غيره. يا ريتنا ما جبنا سيرته. شو اخبارك يا فاتيا؟ ماما ايه يا روحي؟ الحقنا يا بابا وقت كل هالوقت. انا بهدلت بغيابك يا بيي. مين بهدلك يا روحي؟ تعال شوف يلا حصل في مايا. لك شو صار؟ احكوا. طلع مجوز تلاتة غيري يا بيي. تلاتة؟ فواز السيارة طلع مجوز غيرك تلاتة وعلى زنته؟ لا 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 انا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا طلع صياد ماهر وعرف يحطنا بالشبكة بيناتهم كلهم. عجيبة وغريبة. دايما بيذكر ربه وشحاتة وراه بالسجادة وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 شو كان بيكذب علينا وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء. هيدا انسان مش هين يا بيي. يلي فكرنا موسى طلع فرعون. انا مش رح اقدر استحمل هالشغلة. لك هيدا مجوز كوارث، هول او رح يجننوني او رح يموتوني. لازم شوف لك صرفة معه، روح احكي معه. روحوا يا جماعة روحوا، خلينا نفكر بعقل وحكمة. شو بدي روح قله انت متجوز ثلاثة وبنتي الزوجة الرابعة؟ حيقول لي يا سنين بيه الشرع محلل لي أربعة. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبة قلبي يا مايا ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق. خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. أخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنية إيه يا روح أمك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحدة تانية ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقوليليش كده. فواز لا يمكن حيطلقها. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشة؟ على ايديكي نقش الحنة؟ يا بنت يا بنت ده انا خايفة عليكي. فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها. انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجة تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي في يوم ويبيعني. ايه الغباوه دي؟ وانت بقى فرحانه الاخ معممك ولبسك السلطانيه وهو مقضيها في التلاسينه. مالكش دعوه باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي. واما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبه في الجنينيه وعماله تعيطي. في حضن امي يا اخويا بشكي لها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا. واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طبطبي عليها يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يولع بيها نهار عشان ترتاحي. غوري على جتك دحية. ايه الغباوة دي؟ وبعدين
الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رمية الكلاب دي. قلت البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة. لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه، مش هتسكت على حقنا إحنا وفلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر، وإحنا شغالين شغلانة سودة، بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي، أسيبه؟ ولا؟ ما تردي يالا. ما تردي يا بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. عتالين؟ يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال. حياة امي ما يحصل ابدا. وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها النهار. صدق انت واد بارد. شوف يا استاذ فهمي، انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع الملف بتاع حضرتك وادرسه من جديد. اكتشفت ايه بقى؟ ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا باشا. شكرا. شكرا يا اسماعيل. اتفضل يا باشا. شد الباب. اتفضل. اكتشفت ايه بقى في ملف حضرتك؟ ان كل الفواتير الموجوده مش مختومه، عشان كده اترفضت، وعشان كده اتحدد لك التقدير الجزافي ده. واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي يا استاذ فهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب يظبط لك الدنيا، انما انا شخصيا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. يا استاذ علي، يا استاذ علي، المبلغ المطلوب ده خراب بيوت، وانا مستعد اعمل اي حاجه بس يخس ويقل شويه معولين. وعلى فكره بقى يا استاذ علي، انا برضو ما بنساش الجميل وعناية الاتنين ليك. شوف يا استاذ فهمي، لا اقدر اقول لك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. اتفضل بقى من غير ما ترد. الو مين؟ ده مش موجود. مش عايزه كفته يا ماما. كلي اللي قدامك يا نهى. انت بتزعق في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل اللي هي عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست. انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. اه ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان يقفل اخوك بجد. ما تاكلي يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه السلوانه عشان تخلع. ايه اخلع دي يا حياه؟ هتنقي كلامك امال. والله انا قوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه، انا مش عاوز خناق. وانا مش عاوز اتخانق. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اطمن عليك، عاوزه اعرف مالك فيك ايه؟ مخنوق شويه. مني ولا من الشغل يا علي؟ من نفسي يا ستي. ارتحتي كده؟ لا، اللي يريحني اني اعرف مالك. عاوزه اطمن عليك يا علي. طمني خالص، انا كويس. الموضوع بس بفكر فيه وشاغلني. الموضوع اياه تاني؟ يا علي ما تبلغ عنهم وتخلص. ربنا يسهل. لا بقى، انا عاوزه اعرف انت رايح فين برضه. مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاها. مين ده؟ وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضه فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عاليه، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجه تانيه، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمه علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياه ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوزه الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي.
وفواز هيتأخر. اختي والنبي ما عارفة. من يوم ما اتجوز الجوازة السودة دي ما بقتش عارفة له حاجة، ولا عارفة له مواعيد، ولا عارفة له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم، انت طايقة عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب. الصراحة يا أنهار نفسي أشوفها قوي. مش للدرجة دي يعني. دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجة راكبة على بعضها. زينب! جد. طب بقول لك ايه؟ الاصول اقوم اسلم عليها مش كده ولا ايه؟ يا اختي الاصول اكون مصارينها واريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين انا عاوزه اشوفها. بونسوار. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا يا عروسه، ايه الجمال ده؟ تعالي تعالي في حضني حبيبتي. مين انت؟ انا عمتي فواز. اتشرفنا. ميرسي. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت اوضه ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياة، مش كده؟ حرام عليك. يا واد انت الاصلي يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجيله. ماشي؟ حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا منقوصه. انا عايز اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ بنتي يخرب بيتك، الوليه قاعده في اوضتها تسمعك، بالراحه وطي صوتك. ما تولع بجد وسطي، انا مالي اساسا؟ الله يا دي النيله، يا لهوي يما هطلت. ماشي يا انهار، ماشي. ورحمه امي لا خليه يبات عندي الليله دي، وهتشوفي يا بنت هيطقلك عرق يا هبله. Thank you.
بقالنا قد ايه قاعدين مع بعض يعني؟ والله ما انا عارف يا حاج، بس ظهر معطلك يا ابني. اقعد. الله الله، وانا بسالك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم؟ ما انا عاوز اقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعدة دي كلها ما كانتش على الفاضي. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعال يا ابني، اللي زيي عايش يوم هو مستني ساعته. انا مش عاوز اقلق على حياة بنتي يعني. طولة العمر ليك يا حاج. طول ولا قصر ما هواش دايم صدقني. انا يا علي عاوز اطمن على حياة بنتي. جرى يا حاج، انت ليه قلبت دراما كده؟ وانت فيك حاجه لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشب لفوق عشان يمسك الحاجه اللي مهواش طويله. بس انت علي مش محتاج لي. عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لان حياه بنتي مش بصه لابوها ولا بصه لاخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشه ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني، فده عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني. قلنا نقعد نتسلى. فواز حبيبي تقبرني ان شاء الله، اشتقت لك كتير كتير يا قلبي. كل النهار دق لك ما بترد علي، شغل بالي حبيبي بيك شي ولا بقول لك تعال نحكي باوضتنا براحتنا. يعني يا حبكت يا نور الليله يا حاج، الليله وهتختار واحده فينا. والله شو انا العروسه الجديده يا اختي، اوعي شويه كده. قلت ايه يا حاج؟ ايه يا نهار؟ دي ضيفه عندنا، ضيفه. ماشي، قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله. نهدى خلاص، ما بديهاش بقى. شو هيدا بقى يا ستي؟ على مر العصور والزمن سلو في عيله الصياد، لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال، واللي تجاوب على السؤال الصح تبقى هي يا اختي بطلة الليلة. لا 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 لا، أنا ما حصني بهيدا كله. تعالي اقف في الصف بدل ما تخش تقددي جوه مع نفسك. يلا السؤال الأول. هدى. أيوة يا حاج. الرمانة فيها كام بذرة؟ والنبي يا حاج اسألني سؤال تاني، والنبي. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا هدى، مش ليلتك. سميحة. يجي
يجي حوالي يعني كده 485. الرمانة فيها 485 بذرة؟ مش سؤالك يا سميح، سؤالك كم عدد سكان زنزبار؟ والنبي يا اخويا استعين بصديق. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا سميحة، مش ليلتك. انهار. يا عيني انهار. سؤال سهل، كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء؟ يا اخويا وانا اعرفه في الصيف لما هعرفه في الشتاء. يا خساره مش ليلتك يا انهار. يا خساره. مايا. نعم. النهارده ايه في ايام ربنا؟ تنام. مكتوبالك ومكتوبالي. هي قولي مكتوبالك. تصرفي يا حاج والله. تعالي التاني، تعالي التاني. تعالي التاني يا حاج. ما تقولي حاجه يا سميح. خلاص خلاص خلاص. نسأل تاني. نسأل تاني. ماشي نسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحي يا ستي. في ايه يا وليه يا مجنونه خضتيني؟ قومي معايا. اقوم ايه؟ مش شايفه انا بعمل ايه؟ سيبي اللي في ايدك، ده احنا في وكسه. وكسه؟ ها؟ وكسه ايه يا وليه؟ تعالي وريني بسرعه في ايه؟ ايه؟ خشي يا ستي. طيب يا ولية في ايه؟ قبل ما اللقطة تخلص خشي. في انت وهي. تعالي يا حبيبتي تعالي. سامعة وشايفة اللي احنا سامعينه وشايفينه؟ سامعة وشايفة في ايه يا مهرية؟ مصيبة مصيبة يا اختي. يا نهار اسود لو الحاج جه وشاف. مصيبة ازاي بس يا هبلة انت؟ تعالي وانت تشوفي بعينيك. يا خراشي يا خراشي، دي كانت في جره وطلعت لبره يا اختي. هروح اجيب الكاميرا واصورها. ايوه زي ما جبت الكاميرا قبل كده وصورتينا ورحتي تفرجي الحاج. اوعي تقولي كده هتعال مني. يا بنت يا بنت، ده اللي ربى خير من اللي اشترى. ما خلاص بقى يا انهار، ما يبقاش قلبك اسود. اروح اجيب الكاميرا. هاتيها تقوم نصورها ليا اختي. نصورها ليه؟ عشان يا اختي لما الحاج يصحى يبقى يتفرج على اللي بيحصل في بيته، واللي ما يشتري يتفرج. طب يا اختي ما نخش كلنا ونروح نصحيه. يا سلام عليكي وعلى عبقريتك. لا وحياتكم بعدوني انا عن افكاركم السودا دي. انا خايفه لا الحاج يقلب عليا ويطلقني. تعالي احنا هنحمق ولا ايه؟ انت مش كنتي خلاص ما انتي معانا ودخلتي في الجو؟ هتجيبي ورا ولا ايه؟ انا ماليش في الاذيه يا سميحه. لا هغيط كده وكفايه. خلاص يا بنتي يا سميحه، بدل ما نطفش واحده بقوا اتنين. تقصدي ايه يا اخت انهار؟ اقصد يا اختي اللي مش معانا يبقى ضدنا. هات الكاميرا يا سميحه. ايوه كده. لا هو تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا اللي انا شايفاه. تعالوا شوفوا الحاج. ده يوجا ده يا اختي ولا ايه؟
جاي. ايه التأخير ده كله؟ اعمل ايه يا عم؟ ما بالعافيه على ما الراجل صاحب الشغل رضي يسيبني ما كانش عايز. هانت يا شعبان. ركك بس ناخد حقنا في مراسها بولا وبعد كده تسيبها له بقرفها. بقول لك ايه يا تسوقي؟ انت شايف ان المشوار ده هيجيب فايده اساسا؟ طبعا. يا ابني مش بيقولوا ازاي على الودان عماره من الساحل؟ طب ما احنا ياما زنينا وكانت ايه النتيجه؟ ان انا وانت كنا هنلبس اسود ونروح في حديد وهو علم علينا. غبي وجبان يا عم اطمن اطمن. انا عارف ادخله منين المره دي. اهم حاجه حافظ اللي احنا اتفقنا عليه. حافظ يا عم؟ تحب اسمع لك؟ لا لا بسمع قدامه. عايزك كده في التراسينه وراس يا شعبان. والله انا خايف لا يجيب لنا الحكومه المره دي. ادي الايام السوداء اللي انا فيها. يا ابني يا ابني ارحمني. اللي هنعيده هنزيله كل مره ولا ايه؟ ده انت هم الاسود. طب ما تستنى تسوق اخد كوبايه شاي. انت طفس يا ابني بلاعه عمال تشرب بيها شاي. ارحمني بقى. والله انا خايف انه ما يرضاش يقابلنا اساسا. اقعد انبر بوزك الفاهي ده قبل ما تودينا في داهيه. حسابي يا ابني. ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ. امسك. ما تخلي يا استاذ. عم امسك. من هي تبقى قدامك. قدامي. طيب. قدامك السودا دي. يعني ده جزاتي؟ ده جزاتي ان رضيت اقابلكم بعد كل اللي عملتوه؟ وانا اللي فاكر انكم جايين ندمانين وعايزين تصالحوني؟ بصراحة كده يا ابن عم ما يرضيش ربنا انك تبقى عايش في الياغمة دي كلها، متجوز بدل المرة 10 واحنا طافحين الكوتة ولينا عندك كتير وما خدناش حاجة منه. انت قاعد لسه مصدق الاسطوانة دي؟ الله، هو الحق بيزعل ولا ايه يا حاج؟ انت بتخن صوتك يا شعبان؟ انا بقول لحضرتك هو الحق بيزعل يعني يا حاج؟ حق ايه اللي بتتكلموا فيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حاج احنا مش جايين نقول كلام احنا قلناه قبل كده. امال جايين تتكلموا في ايه؟ بصراحة كده يعني احنا جايين نقول لك ان احنا راد اصول وعاملين حساب للقرابة واختنا اللي في بيتك. لكن لو العين دي زادت ما بيننا وما ادناش حقنا يبقى المحاكم ما بيننا وبينك يا فواز. ومش هتبقى قضية مصنع يا حاج. لا دي قضية حاج وجوازتك تشهد. ده انت طلعت اجمل من شهرار يا جدع. حاج عليا انا بصاري ده وحشتكم بقى ولا ايه؟ وحضرتك عايز بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. بس الحقيقه هو دلوقتي مشغول جدا، لو حضرتك حابب ممكن تسيب رقم تليفونك. طيب تسمح تقولي له سليم الاشقر حماك. حماك؟ بره! اطلعوا بره! واحمدوا ربنا انكم خارجين على رجليكم، يلا! المهم اللي يضحك في الاخر يا نجم. قابل في المحكمه يا ابن عمي. يلا يلا بره! اوعى يا عم بالكلمات الحمرا دي! اه يا عم الحاج. اهلا ستيف بيه. اهلا. ايه شوفي؟ لا لا ولا حاجه. اتفضل اتفضل. استغفر الله العظيم. العيال دي لو جت هنا تاني تطلب لهم العمل. حاضر. اتفضل اتفضل يا حبيبي اتفضل اتفضل يا ستيف بيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. انما ايه النور ده؟ نورت الشركه والمكتب. معلش كان لازم افضلك عشان نعرف نتكلم مع بعض براحتنا. انا خايف ما اكون جيت بوقت منه مناسب يا حاج. لا ما تقولش كده بقى، ازعل كده، ده احنا اهل وبعدين ده اللي مستنيك. انا قلت لنفسي خليني اترك لك وقت عشان تفكر براحتك. بس انت عجبتني قوي، قول لي ليه؟ ما تقولش يا عم انا هقول. انت عجبتني لما عقلت بنتك مايا وشلت من دماغها حكايه الطلاق دي. ابغض الحلال عند الله الطلاق. الله يفتح عليك. ومين قال لك انها بدها تطلق؟ هي بس اترعبت واتفاجئت وجهها شد عصبي وهيدا من حقها يا حاج. لا لو اترعبت واتفاجئت وجالها شد عصبي ده مقدور عليها نعالجها. بس انت غلطان يا حاج غلطان كتير. كان من المفروض انك تقلي انه في ثلاث نسوان غيرها. كنت فهمتها وعقلتها. على ما اعتقد على ما اعتقد قهوتك مظبوطه صح؟ قهوتي مظبوطه. عسل والله يا سليم. احلى قهوه مظبوطه لسليم بيه. حالا يا فندم حالا. قهوه مظبوطه عند الحاج بسرعه. حاضر يا استاذه هناء. خير يا هناء؟ الحاج كان بيتخانق مع اولاد عمه ليه؟ تاني؟ تاني تسوق شعبان؟ ومش كده وبس،
دي المصيبه كمان ان حماه كان هنا وسامع وشايف كل حاجه. حماه مين؟ ابو سميحه؟ ابو سميحه ايه؟ لا ده واحد كده شكله لبناني اسمه سليم الاشقر. ايوه هو ده. يا عيني عليك يا حاج، هيلاقيها منين ولا منين؟ دول عايزين يهبشوا من ناحيه والراجل ده عايز يهبش من الناحيه الثانيه. وتفتكروا الحاج هيعمل معاه ايه؟ والله بقى احنا قدمنا له المعلومات اللي هو عايزها، هو عارف مصلحته كويس، هو مش صغير. هو ده ابو العروسه الجديده مش كده؟ ايوه يا ستي هو. هي لبنانيه؟ خليكي في حالك يا هناء وركزي في شغلك. يعني هي عامله ازاي؟ شكلها ايه يعني؟ زي بتوع الاغاني كده؟ ما انت عارفاه صياد. هو جميل ويتحب بصراحه. ما انت اللي هبله، جاتك خيبه، حد يتجوز وهو شغال عند الصياد؟ اهو نصيب بقى. ده ربنا نجاها، ده انا عن نفسي خايف لا يشوف مراتي لحد دلوقتي. انت بس هسمعنا حقيقي. انت معدوم كتير يا حاج. والله انت اللي عسل كتير كتير. لا يا حاج. حط يا عم عبد، حط. تسلم ايديك، تسلم ايديك. خدمه تانية يا حاج. تسلم يا عم عبد، ربنا يكرمك. اللي فكرت بالعرض اللي قلت لك عنه؟ والله الشغل معاك مكسب يا سليم بيه. يعني وافقت على الشغل معاك؟ انما على الشراكات التانية دي ملقلقة كده. ماني فاهم شو يعني. اشرب قهوتك، اشرب قهوتك. والله يا سليم بي انا عصرت دماغي ودورت الحكايه كده جوه. حكم انا احب انفع واستنفع. طالما كل الشغل بما يرضي الله وربنا يكفينا شر الشبهات. اي شبهات يا حاج؟ يا خي هيدا سوق عرض وطلب وبضاعه وفي لقمه خبز هتتقسم علينا. وانا عايز لقمه الخبز دي تتقسم عليا انا وانت بس. ماني فاهم شو قصدك يا حاج. فاكر شريكك اللي عرفتني عليه في بيروت؟ ايه فاكره، مروان صبري. شو قصده؟ مروان صبري. اقعد بقى، اقعد. مش قلت مروان صبري؟ اقعد. ممتاز. مروان صبري عرض عليا عرض هايل هايل، بس انا ما رضيتش اديله كلمه. ولو شو هيدا، لحقت تعمل اتفاقيه مع شريكي؟ لك يا حاج انت هيك بتهز صورتي بالسوق. صورة ايه بس؟ وكلام فاضي ايه يا سليم بيه؟ ايه الكلام ده؟ الو يا ندى، انت وصلتي ولا لسه؟ يا افتى شكلها حلو قوي. انا ده لسه واصل. ايه ده؟ ايه ده؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يا عيش، انما لسه ما ابتدوش. ايه قلة الذوق دي؟ واضح ان حضرتك عمرك ما اتعاملت مع واحده ست. انا يا استاذ من ابسط قواعد الذوق انك لما تخبط في واحده ست تعتذر لها او تساعدها، ده اللي بيسموه الاتيكيت. واضح ان ما عندكش اي فكره عن الجنس الاخر. الجنس الاخر؟ يا حاج يا حاج انت رحت فين؟ الراجل قالب عليك الدنيا. ولا مرسي، هو في ناس تانية عايشة معانا واحنا مش عارفين؟ ناس مين يا حاج؟ جنس الآخر. جنس آخر؟ إيه جنس آخر دي يا حاج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا راجل مستنيك يا حاج. يلا. تكيت. سيداتي أنساتي سادتي، رجاء الالتزام بأماكنكم للاستمتاع بفعاليات المؤتمر الأول لحقوق المرأة المصرية والذي تقيمه الجمعية. كنت فين يا حاج؟ كنت فين؟ بدور عليك عشان أوريك البانر بتاعنا وتقولي رأيك إيه فيه. حلو. نعم، ما حطيتوش ليه في النص هنا؟ أنا دافع قد كده. سلسلة الندوات دي مش دافعين أكتر مني دول. يا حاج سلسلة الندوات دي صاحبة المؤتمر. أنا رفضت أحط أي راعي تاني غير راعي الصياد بس. لا ما انا واخد بالي. شفت حاجه؟ كل دي حريم مش لابسه طرحه. ده جزء قليل يا حاج، لسه اهاليهم وقرايبهم. انا قايل لكم يا جماعه الشغل هنا هيكون ركب. ما شاء الله. الساده الحضور، الساده الحضور. اقعد يا حاج، اقعد يا حاج، اقعد. بيعملوا ايه هنا؟ تشرف المؤتمر في دورته الاولى. هنسمع هنسمع ونعرف كل حاجه. ان يستقبل الداعيه الشيخ المهدي في مناظره مفتوحه
مع رواد الجمعية للاستفسار والإجابة عن كل الأسئلة التي تخص المرأة في الوقت الراهن. والآن نبدأ أولى فقرات البرنامج بكلمة الأستاذة كاميليا السعيد سكرتيرة الجمعية. بتعمل ايه يا حاج؟ بحب الشغل. شغل يا حاج يا مثبت العقل في الدماغ. كام يا حاج؟ 130. بس يا حاج اسمع يا حاج اسمع يا حاج اسمع. زملائي اعضاء الجمعية، السيدات والسادة الحضور، برنامجنا اليوم ينطلق من محور الرئيسي وهو المرأة بين الأمس واليوم. الأمس الذي سلب منها حق المشاركة الفعالة في العمل المجتمعي، واليوم الذي يسلبها حق الرأي وأخذ القرار. فللأسف ونحن قد تجاوزنا عقدا من الألفية الثالثة، ما يزال كثيرون لا يرون فيها سوى كائن يفرغ من خلاله الرجل غرائزه المكنونة في تجاهل متعمد لهويتها وطمس سافر لملامحها الإنسانية، ليسطر الواقع الراهن جريمة مكتملة الأركان ضد مخلوق كرمه الله في كل أديانه السماوية. والآن لنبدأ برنامجنا بمقطوعة موسيقية، وشكرا. البنت دي بترغي في ايه؟ ترغي؟ حلا شعرها كده حلا غريبة بس حلوة. نسمع يا حاج نسمع نسمع يا حاج. فارغة ده شغل نسوان، كل شوية تصوت وتعيط وتلم كل اللي في البيت حواليها عشان لما يجي الحاج يروح عندها. بالاخر كده ده شغل بلدي. ولا التانية واللي شوية تجري عليها قال ايه ملهوفة، وهي سمعتها من تحت ازاي؟ تحت ايه قلبك ابيض يا ستي؟ دي قاعدة في قط الست انهار. مع انهار في القطة بيعملوا ايه؟ لازقالها اليومين دول. والنبي انا خايفه يا ستي لا يكونوا بيدبروا لك حاجه، اصل انت يعني مالكيش في الشر، حنينه وطيبه كده وقلبك ابيض على نياتك يعني. طب وانت بقى سمعتيهم وهم بيتكلموا يا زينبو؟ بيتوشوشوا، وانت عارفه سمعي وعيني على قدي، لكن هم شكلهم مش عايزين حد يسمعهم. وانا بيني وبينك الفار لعب في عبي رايح جاي لغاية مداخ وانتحر. بقى كده ماشي، خلي كفتهم تزيد وتتملي وانا الفواتير في جيبي، وفي الاخر هنشوف مين فينا اللي هيكسب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. فالحلال بين والحرام بين، ومن يحاول تأويل كتاب الله ويحاول أن يحرف كلامه هذا إثم عظيم. وللأسف هناك كثير من الناس يحرفون كلام الله عن موضعه لمصالح شخصية ولكي يكسبوا مكاسب وهمية للحياة الدنيا. هؤلاء الذين يسعون في الأرض لكي يستزيدوا مما فيها إنما هم يراؤون الناس، فتجد من يرتدي قناع التقوى ويقول بلسانه ما ليس في قلبه. هؤلاء هم الذين
يقال عنهم أصحاب الرأي الزائف والورع الزائف، والله أعلم. الراجل ده بيقول كلام موزون. الله يفتح عليك يا شيخنا. الله الله الله. فضيلتك ذكرت لفظ أصحاب الورع الزائف، فهل هذا الوصف؟ يا حاج لحظة لحظة يا حاج، ثانية واحدة، ده دوشة رهيبة هنا. ثواني ثواني. فهل هذا الوصف ينطبق على من يتخذ من الشريعة مخرجا لنزواته، خصوصا في مسألة تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات رخصة أعطاها الله للرجل، لكن بشروط وأسس محددة، وأهم هذه الأسس العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، صدق الله العظيم. وأصحاب الورع الزائف هم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بجهنم والعياذ بالله، حيث قال في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، صدق الله العظيم. سؤال آخر من إحدى عضوات الجمعية، نتمنى من فضيلتكم أنكم تردوا عليه. اتفضل. فضيلة الشيخ، هل يحق للزوجة أنها تخطر بطريقة رسمية عن زواج زوجها من زوجة أخرى؟ الحقيقة يا بنتي، بعد إذن فضيلتك، إن مجرد السؤال في المسألة دي يعتبر إهانة كبيرة جداً للمرأة. فإذا كان الشرع سمح للرجل إنه يتجوز أكتر من مرة، فمش معنى كده إنه يعتبرها لا شيء وإنه يلغي حقها في إنها تحدد مصيرها بالقبول أو بالرفض. يا البنت دي لسه بترغي؟ ترغي بس يا حاج. إيه دي لبسة نظارة؟ لا إله إلا الله. والآن مع كلمة السيد فواز الصياد، الراعي الرسمي للدورة الأولى للمؤتمر، فليتفضل إلى المنصة. قوم يا حاج، قول كلمتك. قوم. كلمة إيه؟ الله يخرب بيتك. إيه؟ أقول إيه وسط الجرمة ده؟ الورقة في جيبك يا حاج. يلا حاج قوم قول، يلا شرفنا وكبرنا كده. هتنيل أنت كمان. الورقة. سيد فواز تفضل. تفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. يشرفني ويشرف اسم الصياد أنه يكون مشارك في هذا المؤتمر اللي واضح أنه مهم، في حضور فضيلة الشيخ اللي كل ما بيتكلم بينور لنا سكة في طريقنا. الله يفتح عليك والله يا مولانا. الله يبارك فيك يا ابني، ربنا يكرمك ويديك الصحة طول العمر، ونتعلم منك والله. كتر ألف خير. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. وإيمانا مني بحقوق المرأة في الرعاية والستر، فقد قررت مجموعة شركات الصياد التبرع للجمعية بمبلغ 1,000,000 جنيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بالإضافة إلى خصم 50% على كل منتجات الصياد لجميع أعضاء الجمعية، مش بس هم وقرايبهم كمان، ولمدة سنة كاملة. عاش الحاج فواز بيه. ما تفتكرهاش دعايه ولا حاجه، احنا بس بنوجب معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وشكرا. مرسي مرسي، هو الحاج فواز مؤمن بقضايا المراه قوي كده؟ الحاج فواز مش مؤمن غير بالمراه. بارك الله فيك يا اخي فواز. الله يكرمك الله يكرمك يا مولانا، الله يكرمك. كتر الف خيرك، ربنا يجعلك قدوه للآخرين يقتدون بك بإذن الله. الحمد لله. أنت مثال الشاب المسلم
المؤمن المجاهد. ربنا يخليك لنا يا مولانا، ربنا يخليك لنا ويطول لنا في عمرك كده ان شاء الله. الله يحفظك فضيلتك. بس يعني لو ممكن باخد تليفونك لاني هحتاج لك كتير. يا سلام، بس كده اتفضل، ادي الكارت بتاعي. ارميه لك خالص، وان شاء الله انا تحت امرك وتحت النظر في اي استشاره او مشوره، وربنا يجعلنا نهدي الاخرين الى الطريق القويم السليم. السلام عليكم. امين يا رب. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ميرسي قوي على التبرع يا مستر فواز. فواز ما نسلمش على الجنس الاخر. السلام عليكم. سبتيها واقعة؟ وانا هسيبها، ده انا شلتها بايدي وحطيتها في سريرك، قطمت وسطي. تعالى شوفها يلا. في ايه يا حاج؟ بتقولي ده وقعت؟ وقعت؟ ايه اللي حصل؟ تعالى نشوف فيها. الله حاضر. ايه اللي حصل يا ولية؟ وقعت. هو في ايه يا زينب؟ ايه اللي حصل؟ دلال وقعت من طولها ما حطتش منطق. يا خوف يا شعبان، البيت ده يقع بالزحمه اللي عليه ونروح كلنا في الجيرينيه. يا عم هيستحمل ده، بيت معتق. خلصنا فينا كده. والنبي يا اولاد انا شايفه ملوش لزوم اللي انتوا بتعملوه ده خالص. ايه يما؟ دي عمر عم مانع ما نقدرش نكسرها. وبعدين ده راجل في مقام ابونا. انا عن نفسي هقول له يا بابا. انا برضو شايفاكم متضايقين يعني من حكايه الجوازه، كبرانه في دماغكم امكم تتجوز وامكم. انا اصلا مش عايزه اتجوز، عمري ما قلت يا جواز. ليه بتقولي الكلام ده يا اما؟ حد قالك ان احنا مانعين ولا حاجه؟ شايفاكم مش مبسوطين، وبعدين لازم تعرفوا ان انا ماليش غيركم في الدنيا، وان انتوا اعز عندي من الدنيا كلها والله. يما مش عايزين غير سعادتك. ربنا يخليكي ليه يا اما. والله يا اما الدمعة هتفر من عيني. يا حبايبي يعني انتوا راضيين؟ اه.
الشرقية الأحلى عروسة يا عسل. طالعة السلالم يا ما شاء الله عليها، نزل السلالم ونعم في ايديها. طالعة السلالم يا حسناك، طالعة السلالم يا ما شاء الله عليها. شكل المزاج عالي وطاير في السماء. ده الحمام هو اللي طاير يا ابن صياد. صباح الفل يا عريس. عريس؟ ده انت جاي تاري يا بقى. ازيك يا حبيبي؟ الله يرضى عليك. والله انا جاي اصبح واطمن. اطمن، ربنا بيسترها مع الغلابه اللي زي حالتنا. طب وضبت البيت زي ما اتفقنا؟ لا بالحقيقة اطمن قوي، بيت اتوضب وبقى 10 على 10. الحمد لله، يعني توكل على الله ونخش الليلة؟ نخش؟ قصدك نتوكل على الله واخش؟ اخش؟ ما انت هتلمني لما قال ونخش الليلة. يا فواز مالك يا عم؟ متعصب ومتوتر ولولك مخطوف كده. انت خايف؟ خايف ليه يا عادي انت؟ الله انت جاي الخايف؟ لا مش خايف، بس بيني وبينك يعني الركنه بتقلي شويه. ما هو ده اللي انا بقوله، عشان كده انت لازم تسخن لا يجيلك عضله وتريح جنبها. اريح جنب مين؟ جنب العضله. يا ما شاء الله عليك يا فواز. ما شاء الله، ده انت صايب حفايق ورايق على الاخر وجاي تشغلني انا بقى. بالعكس، انا جاي اقف جنبك واساعدك. هو الابن ايه غير سند لابوه، وبالذات لما يكون في زنقه زي اللي انت فيها دي. انا الليله دي هظبطك. هظبطت ازاي يا؟ هظبطك. ايوه هظبطت ازاي؟ ما انا هسيبك زي ابو سميحه، هسندك زي ما بنسند ابو سميحه. لا لا معلش يا فواز، انا اصلي ماليش في الكلام ده. هو في احلى من الكلام ده؟ سبحان الله. ايه؟ سبحان الله. ايه يا فواز؟ ده شوف مجرد سيره الكلام ده خلت وشك نور وزنهر وصغرت كده يجي 10 20 40 60 سنه. صغر 60 سنه؟ وديني المدرسه. صباح الخير يا سيادة المستشار. صباح الخير يا حبيبتي، غريبة انت نمتي كتير قوي النهاردة. ما حسيتش بنفسي، انا كنت تعبانة جدا. انما قولي يا بابا، انت ليه كل يوم بتضايق نفسك بالحاجات اللي بتقراها دي؟ يا حبيبتي، قريت الجرايد على الصبح كانت زمان عشان تعرفي معلومة تقري لكبار الكتاب زي احسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، مصطفى امين، ويوسف السباعي وغيرهم كتير. كان في ناس بتكتب وناس بتقرا. وقتها كنت بتستمتعي بكل كلمه مكتوبه، بتبداي يومك بفكر، بتضحكي ضحكه من قلبك بريشه صلاح جايين. اما دلوقتي الموضوع مسخ على الاخر، كل صفحه تقريها تجيب لك اكتئاب اكتر من اللي قبليها، كان في سبق ما بين الجرايد في نشر المانشيتات اللي تزعلك. طب يا بابا هم هيجيبوا منين؟ ما هو ده حال البلد. يا بنتي في حاجة اسمها روح النص، يعني ممكن الموضوع يكتب بألف طريقة، اشمعنى يعني يختاروا الطريقة اللي تجيب كآبة وتهليل ودوشة على الفاضي؟ عشان كده أنا ما بقراش جرايد خالص. الفطار جاهز يا أساتذة، الجارية اللي أنتم مأجرينها عملت الفطار ومستنية الإشارة. ميرسي يا حبيبتي، برافو عليكي، اخلصي بقى إحنا جايين أهو. يلا يا كمل. إلا صحيح قوليلي، المؤتمر بتاعك كان عامل إيه لطيف؟ صحيح نسيت أقول لك، في حاجة غريبة جدا حصلت. حاجة ايه؟ في واحد كده اسمه حاجة الصياد، واحد من اللي طالعين في المقدر اليومين دول واعلاناته مالية القنوات، كان موجود في المؤتمر وتبرع للجمعية بمليون جنيه. عادي، بيعمل دعاية لنفسه. ما انا ممكن افهمها كده، بس الغريبة بقى ان هو تبرع لجمعية بتدافع عن حقوق المرأة وهو اصلا ما بيسلمش على الستات، فهو ده اللي ملخبطني. انت بتضحك على ايه يا بابا؟ ولا حاجة يا حبيبتي، يلا تعالي بس ناكل وبعدين احكيلك على كل حاجة، لأن أصل ده موضوع شرحه هيطول. يلا يلا يا كاميليا. يلا يا نور.
الله يبارك فيك يا شفيعي. الف الف مبروك ابو ايمن. مبروك ابو ايمن. ابو محمد عاشور حبيبي. دكتور محمد حبيب قلبي يا باشا. الف مبروك يا خلود. الف مبروك. مبروك يا شفيع على جواز الحاج امك. الله يبارك فيك. عمر امك عاش حياتك. حياتك. الله يبارك فيك. الف مبروك حبيبي. زوجتك امي السيده حسنات محمد حسين. قولي عرسنا. قبلت زواجها. قبلت زواجها. منك لنفسي. منك لنفسي. زواجا شرعيا. زواجا شرعيا. على كتاب الله وسنه رسولي. على كتاب الله وسنه رسولي. والف مبروك بالرفاء والبنين. ولا لسه شكله خلص يا خالتي؟ طب وهي انهار ما جاتش عشان تقول لنا ليه؟ زمانها جاي. اتدحرج واجري يا رمان. انا على حجري يا رمان. انا حجري حنين يا رمان. نفتحكوا يمين يا رمان. يا رمان واحده بالليل الساعه واحده. طالعين غيشة نازلين غيشة. كسر غوايشة بالليل الساعه واحده يا رمان. يا حبيب جدو. الله يبارك فيك يا حبيبي. بقول لك يا واد، ايه الليله دي مش هتنفع بغيرك ابدا. فواز امرني يا حاج. ليه طلب عندك مش هتكسفني فيه؟ ولا اقدر اكسفك، ده انت عارفنا. انا عاوز مرهم يغني لي الليله. غني ازاي يا حاج وانت عارف اللي فيها؟ يا واد الليله تموت فيه ايه؟ الله حاج انا حالف. ما جراش حاجه يا فواز. خلاص نصوم ثلاث ايام لاجل عيونك يا حاج. مش يبقى انت اللي هتغني يا ده هي وعيون بهية كل الحكاية عيون بهية ويا بهية
طول، ولو اخدت مني ما تتأثر والفكر طول، والله ما برجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق. الدنيا سيما فريعه عروسه. ادخلي بس برجلك اليمين عشان تحصل البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تاخذنيش يا حاج، انا حاسه ان انا داخله المكان لاول مره. حسنات، الشقه دي بقى بتاعتك وانا هنا مجرد ضيف عندك. على فكره انا عملت فيها شويه تغييرات، يا رب تعجبك. البيت بيتك يا حاج، وانا لو ربنا كتب لي اعيش فيه هيبقى بنفسك فيه. الله الله على الكلام الحلو قوي ده. وانت الله الله على جواباتك الحلوه يا حاج. اسكت يا حسنات ما تفكرنيش. انا اليوم كنت اتصور نفسي اني اكتب جوابات زي العيال الصغيره. ولا انا يا حبيبي كان لازم تتفرج عليا وانا ماسكه الجواب وايدي بتترعش زي الطلبه بتوع المدارس. تعرف يا حسنات، الظاهر ان الحب بيفرمل العمر وبيرد للقلب شبابه وبيحل الدنيا قصاد عين صاحبه. الله ايه مال؟ الله لا بلاش الفرهره. الله على شقتك الحلوه كده. فرهره ملهاش لازمه، بالراحه. اصل شقتك واسعه وجميله. طيب يا حبيبتي. وبرحه. ايوه. وتحس ان ريحه خفيفه. طب ايه مالك؟ لا زي ما تقول كده، تنميلة خفيفة شوية دكتي. شوية أو شوية هو ده المطلوب يا حبيبتي. طب عود ريح. طيب عود على مهلك. ربنا يريح لك دنيتك يا حبيبي. يا حسنات، مين كان يصدق إننا هنبقى لبعض؟ صحيح يا منعم، مين كان يصدق؟ قال على رأي المثل، ما محبة إلا بعد. اوعي تكمليها، أزعل منك يا حسنات. ها؟ اوعي كمليها. احنا عمرنا ما كان في بينا عداوه، احنا كان في بينا غشاوه عين، بس الحمد لله الحمد لله ربنا نور بصيرتنا. ربنا يديم بينا المحبه يا حاج. ونعم بالله. حسنات. نعم. حسنات. نعم. حسنات. نعمين. هما في كلمتين محشورين في زوري نفسي اخلص منهم دلوقتي من اولها. كلمتين ايه دول يا حاج؟ ما تقولهم. حاول صدقيني يا حسنان، انا عمري عمري ما اكلت حق اخوي. هو ده وقته برضه؟ هو ده وقته يا حسنان، هو ده وقته. عمري عمري ما فكرت اذي حد غير ولاد اخويا، وطول عمري كان نفسي نفسي قوي ألم شمل العيلة. أنا عارفة ومتأكدة، بس ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. حسنات، أنا وأخويا كنا بنحلم كتير كتير قوي، بس ما حققناش حاجة. عارفة ليه؟ لأننا دايما كنا خايفين وبنبص تحت رجلينا. صدقيني يا حسنات، الخير اللي احنا فينا كله اللي عمله فواز. ايوه، فواز هو اللي كبر الورشه وخلاها مصنع، هو اللي عمل الفلوس دي كلها.
هو اللي اشترى وباع أراضي، هو اللي خلى حاجة اسمها الصياد. ربنا يكرمه ويفتح عليه دايما. على فكرة أنا قلبي راضي عنه بعد اللي عمله مع عيالي، ومرضيش يبلغ عنهم البوليس ومرضيش يأذيهم. ده غير كمان إنه مراعي بنتي ومهنيها ومستتها، واللي فوق ده كله بقى إنه يبقى ابنك يا حاج. الله 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 الله، أفهم من كده إنك راضي عني يا حسنات. ربنا يرضى عنينا كلنا يا رب. الله الله الله. ايه الله ايه، هنقضيها كلام في الصالة هنا ولا ايه؟ ما هو لا مؤاخذة، أصلي مش واخدة على المكان. الله، طيب ما تاخدي يا أختي، قومي 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 يا عروسة، يلا خطي برجلك اليمين بس السم في الأول، ها؟ يلا يا حلوة، وهتلاقي نفسك واخدة راحتك على الآخر. يلا تخطي الحتبة، تخطي الحتبة. ايه ده ايه ده ايه ده، الله، ما بتقولي مش واخده على المطرح ليه؟ ما انت حافظه المطرح اهو يا حسنات. تعالى دور عليا، انا مستخبيه. مستخبيه وادور عليكي؟ الله، ايه الفرهده اللي هنبتدي فيها دي بقى على الفاضي؟ حسنات حسنات، امسك النور مولع. يا نهار اسود ومليل ب 600 نيله، ده ايه اللي بيعملوه ده؟ بيسحروا للحاج، عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني وينساني. معقول هما بيفكروا كده؟ ايوه يا حاج، شفت بيعملوا ايه وانا بعمل ايه؟ شفت اللي بيعمله الخير واللي بيعمله اعمال؟ انا قلت بصراحه شاهدك واقول لك، ما قدرتش اسكت لحد ما يرجع الحاج، بصراحه كنت هطق من جنابي. ادي بنت اخوك وادي اللي عامله نفسها بتاعه ربنا، الاتنين حطوا ايديهم في ايدين بعض عايزين ينطروني ويبرطعوا هم في خير الحاج. بس يا بنت افصلي شويه، ايه بندقيه قالي ونازله رش؟ عاجبك اللي عملوه ده يا حاج؟ هو بصراحه بصراحه اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي. انا برضو يا حاج. ايوه انت يا حاج، جابت صورت الحاجات دي ازاي؟ بطريقتي ولعلمك بقى نشرتها على يوتيوب. على ايه؟ على يوتيوب. ده بيتاكل ولا بيشرب؟ حياتي مش حاسس انه هاليومين قطعوا بسرعه. هو انت الواحد ممكن يحس معاك بحاجه يا منى؟ مش عم بقولك انت بتجنن. معقوله السعاده ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجة هي هي بس تحس إحساس سعادة مختلف، سبحان الله. لا، في أشياء كتير لازم أعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجة، أنا اللي مستغرب له إني بقالي كتير قوي ما حسيتش الإحساس ده. هيدا حبيبي لأنه أنت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات، بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشة كتير حلوة، عيشة أوروبية. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لأبوكي. ده شو بوبي؟ جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم أنزل أقابلهم. طب فرصة حلوة ليه ما بتنزلهم؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقلك فرصة حلوة. ما كان من شوية الشغل شغل وطريقة أوروبية والأجازة ونكزدر ونبرم، ايه؟ طيب حبيبي، ما أنا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي أصيلة أصيلة يعني.
يعني اكيد هيبقى في عقود وفيها شروط معينه. اكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حمايه. اكيد في شروط يا حاج. حلو، انا عايز اعرف بقى ايه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض، وازاي عرفت انا بكسب كام عشان تقولي تلات اضعاف؟ بدي اعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. انا قلت هفكر واعتقد ده من حقي. بس يا حاج هيدا عرض جميل جدا ورائع، هيدول عرضوا عليك ثلاث اضعاف زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركه. ما انا بقول لك انه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس انا عندي التزامات مع شركات تانية لازم اشوف ازاي اخرج منها، مش عايز اللي اكسبه من هنا اخسره هناك. انا شايف انك اقتنعت يا حاج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه، نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها ازاي. يعني هالعملية هيدي لو تمت صح يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما التلات أضعاف ممكن يبقوا أربعة وخمسة كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعا إذنك هروح وصل الجماعة. اتفضل. بقول لك يا حاج، الراجل ده أنا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا إيه. لا عارف، وعارف إنك اتنيلت واتدهولت على عينك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. وريني. يا نهار اسود. ايه يا تكنيله فضحتنا. وان انا ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش ومتاكد كمان، عارف ليه؟ ليه؟ عارف. ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. لا. ابو سميحه ولا مش سميحه؟ يا حاج انا ده انا لو دورت الاقيكم ابو سميحه كمان. طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها شحاته. اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني متضايق. ابقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاجي فواز، أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض أكتر. بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي. هيدا بيزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي، أتمنى إن يحصل بيناتنا اتصال. في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل ان شاء الله. الحاج وصل، الحاج وصل. يا ما انت كريم يا رب، الف بركه.
يا حبيبي ده وحشني قوي. يا عيني امه تلاقيه جعان وانا ما بياكلش اكل الطياره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختي ورحمه الله وبركاته يا الف حمد لله على كلامك يا حاج. غير يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش. اتفضلي تعالي يا ماي. تعالي يا حبيبتي ما تخافيش تعالي اتفضلي. اقدم لكم مايا عروستي الرابعة عدوية. يا ابني المجنونة يا ابني المجنونة. هو الواد ده كده على طول دايما واخد الدنيا على الحامي. ما انت عارف يا حاج ما بيضيعش وقت اكسبريس على طول. والله انا خايف لا يضيع نفسه هو. طبعا ويا ما قلت له يا ويلك من قرصة الحريم. خلي بالك من نفسك أصلا. في حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوه عبه غير يا حاج بقى واللعب عنده على الكيف. ما هو كيف ده يا ابني هو اللي بيذل صاحبه صدقني. الله ربنا يستر ربنا يستر عليك يا ابني ربنا يستر. قول لي. ايوه حاج. ان شاء الله العروسه اللي رايحه دي رايحه وهي عارفه انها واحده من الليستة ولا لسه ما تعرفش؟ مفاجاه كالعاده. ما انت عارفه يا حاج مجنون مجنون. معلش يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا رضا امرني يا حاج. تعالى يا ابني شوف الست عايزه ايه. من عيني. كتر خيرك يا حاج انا لسه بنقي. نقي براحتك يا ستي محل محلك. جرى يا حاج هم دول ستات. امال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي. شفت ايه يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل بره ما اتضربش فيه مفك. نعم يا حاج. قصدك يعني سواد حلوه؟ يا لهوي يا حاج صواريخ. يا حاج افتشي بقى افتشي عيب بتقولها في وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني تقل في مراتك. مراتي يا حاج بقى ما تفكرنيش يا حاج. ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي. الله يعني الواد اللي حجبوه ده هيبقى ابن عمتك؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واما تعشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه. والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. قومي وما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك. حلوه كله عيرة. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي والدعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي. ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. ايه يا هدى؟ ايه يا حاج؟ السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج. الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده دي بتنطق. حكايه بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهزي الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ اه طبعا طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ حكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عنياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه. واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه وده شرع الله. أنا مش عامل حاجة حرام. كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله. وأنا من حقي أتجوز واحدة واثنين وأربعة. كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقلي هيدا حقي. وأنا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حقي. معقولة راسك فواز؟ أنت عم تعمل هيدا من
حطيت لها ايديه. مايا انت ليه مكبره الموضوع؟ لا اله الا الله. لو حسيتي باي تقصير او اي حاجه ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق انك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح اقدر اتقبله. انت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لا. لك انت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك انا؟ حرام عليك. انا عملت ايه؟ انا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وانت وافقتي. ما اظنش اني عملت حاجه غصب عنك. بس انت عم تجبرني على شيء ما راح اقدر اتحمله. مايا اللي مش هقدر استحمله انا واني اشوفك في الحاله اللي انت فيها دي. ما تبصليش كده يا مايا. حبيبتي انا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك. انت مراتي دلوقتي يا مايا، مراتي، وعمرك ما هتحسي ان في حاجه ناقصاكي. ودي بالك انت مش اقل من اي واحده فيهم. بالعكس بالعكس بقى، ده انت العروسه اللي جت وخطفتني منهم. يعني المفروض هم اللي يبقوا عاملين كده مش انت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمنيه. شو رواق؟ ايه هنسكت كمان المره دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحه؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الافلام. يا اختي المثل بيقول يا جوز الاثنين يا قادر يا فاجر، ما بالك جوز الاربعه؟ يكون زي ما يكون بس نجننه برضه. نجننه؟ لا 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 نجننه لا، ده كده يطلقني. يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصه لما كل مره بنسكت وبنهنن الاموره اللي بيجيبها لنا. ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش. انت ما شفتيش يا اختي كانت عامله ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب. يا بت انت هبله، الحاج فواز مش ساهل، وبعدين مش هيسمح لواحده فيكم انها تقرب منها. ولا انتوا ما تعرفوش ولا بتستعبطوا عليا؟ طب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ نكفرها في عيشتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتدفش. طب خلاص ارسمي لنا انت الخطه. كله هيدق على دماغكم انتوا الجوز ان شاء الله. ورحمة أمي لا نخليها تهجي وتدفش. بس وحياة أبوك أنت بلاش وش الملايكة بتاعك ده، خليكي مصحصحة معايا كده. أمي أمي يا أختي أمي، اللي أنت هتعمليه أنا معاكي فيه. وأنت يا أنهار؟ ما هو أصل أنا للأسف إني لازم أكون معاكم، ولو إني مش مطمنة ولا مرتاحة. ماشي نمد إيدينا في إيدين بعض بقى ونقرا الفاتحة على قلة الأصل. بيت يا سميح عيب، ده انا اموت في روح الجماعه. اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمني علي انا، ده انا فواز. وبعدين يعني هتكون اول مره؟ بس يا ريت تبقى اخر مره عشان انت بقى ترتاح. يدينا ويديك طول العمر يا حاج. نخش بقى في الموضوع. اخبار الشغل ايه؟ المحلات والبيع الفتره اللي كنت مسافر فيها دي؟ لا الحمد لله كله تمام. وزكي عدى عليا وخد كل الحسابات يعرضها عليك في الشركه عشان كمان تشوف الطلبات الناقصه. زي الفل زي الفل. في حوار كده عايز اخد وقتي معاك فيه. حوار ايه؟ صفقه عرضها عليا حماية الجديد. ودي بقى تمن الجوازه ان شاء الله؟ انا عشان كده ما رضيتش ادي كلمه برضو اقعد معاك واخد مشورتك. انا مش مطمن. ونشوف المصلحه فين. الصفقه دي حلال يا فوزي؟ رايحك فيه انت مش عارف ابنك بقى ولا ايه؟ امال ايه يا ابني اللي مش مطمنك؟ انا هحكي لك وانت احكم. يا فوزي يا يا ابني اللي جوه. عمرك يا حاج. مين شاي بسرعه؟ وعندك شاي بوستة سكر بره؟ اللي انت بتقوله ده يا حاج كلام موزون، وده اللي انا بفكر اعمله. طب انت يا فواز ما سالتش نفسك الناس دي غرضهم ايه؟ ده اللي محيرني يا حاج. يا ابني بتحتار ليه؟ ما احنا هنا ماشيين زي الفل اهو. بس شغلنا عدية وانا نفسي اكبره. ايوه بس ما يبقاش على حساب اسمك. ايه؟ لا اللي انا بفكر فيه
ازاي اكسب هنا واكسب هناك. بس بقى لازم تاخد بالك من حاجه بس. المثل بيقول ايه؟ الطمع يلي ما جمع، وانت يا ابني شقيت قوي على ما جمعت اللي انت فيه ده. حرام حرام يا ابني. فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوه. على العموم برضو دورها في دماغك، دورها لحد الصبح، وفي الشركه نقعد مع مرسي وزكي وندرسها مظبوط، واللي فيه الخير يقدمه لنا. يا رب يا ابني يا رب. بقول لك ايه يا فواز، انت بقالك كتير ما اتغلبتش مني، ايه رايك في عشرتين دومنا ولا طاوله؟ لا وشوف الدخله، بقالك كتير ما اتغلبتش عشرتين مني. يا حاجه انا ورايا عروسه دلوقتي، اعمل معاها ايه دي بقى؟ اوبا انا ناسي ان وراك ماتش اهم. لا بس ابنك حريف، هاتريك هاتريك. يا خوفي يا خوفي اللي هيزنقوك في خانه اليك بالثلاثه. وحياتك انت وحياتك، ناخدهم لك الأربعة خشب. هاتريك. السلام عليكم. سلام يا هاتريك. بلادي. ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني أعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسة الجديدة، خليها تيجي تطفح. قلبك بتعملي لها العشاء بنفسك كمان؟ زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خوري من وشي يا زين، خوري. ده انتوا عيله تشيلي. عملت اللي قلتيلي عليه بالظبط، وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه، وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم، العشاء جاهز. ما رح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطري اني جايه معك. تفضلي. استني يا ست افتحلك. تفضلي. بدي انطر فواز. كفره لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. اشتقتلك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده، بس خفي شوية، أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حابسة حالي بالأوضة، لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه، انت وحشتيني قوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض، بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة حبيبتي؟ فين سميحة؟ انا هو يا عليا. اسم الله عليك، الواد تعبني قوي يا فواز لحد ما نام غلبني، الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه. حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي، ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا.
احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ ده الليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا، اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري، انما ايه، عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول، دي مربى بقى اسكندراني تستاهل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات، بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل بلعي عصير من خد العصير، قربي لي الفول. بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول؟ لا، ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده. عسل يا حاجه. كنت نيه برضه. لا لا لا، على طول اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمة وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم بيوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك بقى. وهو لاهلي كمان شغلين لي بالي، عم تقول لهم ما حدا عم برد. هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز، عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده، وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش الميه اديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل للحاج. يا ولادي ها قلتلي مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال، تيجي تلعب بصره؟ والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلادي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبه هنفرجها غسلنا الوسخ على اول مره. ما تطلعيش زرابيني يا نهار وانت عارفاها. تسلمني يا اخويا زرابينك، تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه اوعه، انت اللي سبت لنا البنات كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده، وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس